بنحييكم واهلا وسهلا فيكم اصدقائي بحلقه جديده من مشاكل وحلول عبر تلفزيون لبنان. طبعا اليوم الموضوع يلي شاغلنا على الساحه الكلام عن النفايات، انجاز التعبير بكل ما للقاموس البيئي من معنى ومن معاني محليه عربيه وعالميه. طبعا اليوم كل اللبنانيين عم بيسعوا قدر المستطاع انهم يواكبوا هذا الملف يلي من خلال ضيفنا لليوم رح نشوف اهميه دور رؤساء البلديات من خلال القرارات يلي بياخدوها، وكيف لا وقت يلي منزور اليوم بلدة الفنار بالمتن الشمالي ومنشعر انه هذه البلدة النموذجية ما فيها ولا كيس من النفايات. يعني طبعا السؤال بديهي بيطرح نفسه من خلال صلاحيات رؤساء البلديات بكل لبنان، ولكن بعض البلديات بيسعوا قدر المستطاع لحتى يقوموا بالواجب انطلاقا من القانون البلدي، والبعض الآخر بيسعى لحتى يكون الحل شامل وفق الإدارة الرسمية. منرحب سوا لأول مرة برئيس بلدية الفنار جورج سلام بقضاء المتن الشمالي. مرحب فيك كرئيس بلدية أول مرة. قبل برا رحبنا فيك، كنت كرئيس منتخب، أهلا وسهلا فيك. كنت منتخب ما كنت رئيس بلدية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. أهلا وسهلا سيدي. يعني اليوم نحن وقت بدنا نحكي عن موضوع النفايات، ليش بالفنار ما في؟ ليش نضيف الفنار بيئيا؟ قل لي. ليك الفنار أنا أنت وكابتني بال 2001 وعملت عندي حفلتين أو ثلاثة بعرف، كان معك الشيف أنطوان. نعم. وكانت البداية نحن وياك. تسلم. وهلا هالبداية نحن وياك كمان. طول عمرك. بال 2016. خلي ليك. بقى الفنار ممنوع يكون فيها زبالة، هي لؤلؤة المتن، الفنار منارة المتن. منارة ما بيكون فيها زبالة. ممنوع. الزبالة هلا محطوطة بمطرح كان إلى هلا إلى 5 6 سنين. نعم. امبارح فتشت على مطرح رح تنحط فيه الزبالة وتتعرب وتنفرز. أنا موعود إنه نهار الخميس مكب برج حمود رح يكون نموذجي ورح يفتح على أسس سليمة. مكب برج حمود رح يقبل حزب الكتائب؟ كتائب هن منو ضد المكب. نعم. الكتائب أنا حكيت مع الشيخ أمين. نعم. منو ضد المكب، بدن يقاونوا المكب إنه ينفذوا الشروط. نعم. في شروط بالمرسوم كانوا متخطيينها وما عم يمشوا فيها. بقى هلا اجتمع النايب خاين ابراهيم كنعان والشيخ سامي، وانا حكيت انا والشيخ امين شي نص ساعه على التليفون بالموضوع. شو كان محور الحديث مع فخامه الرئيس اللي المحور انا وياه اطلان هم الشيخ امين انه النفايات تعم شاطئ المتن. نعم. ما بده هالشغله، هذا غير مقبول، هيدا مش مقبول ونحن معه بهالشغله. نعم. بقى هلا انا باكد لك انه الشيخ سامي ما راح يكمل بضرر المتن، انه هلا المتن كله مليان زبالة ما راح يقبل. رئيس هو تسبب بضرر من خلال هذه الخطوه يعني. هلا اذا بتشوف. نعم. ما فيك تمرق بالشوارع من الزباله. نعم. مسؤوليه الحكومه هاي، لانه المنطقه تحت مكتظه. نعم. بالسكان. نعم. وفيها مطرح فسحه بعيده عن البيوت. انت صريح وبتعرف شو عم بيصير، المسؤولية مسؤولية رئيس حزب الكتائب ولا المسؤولية مسؤولية خطة ما كانت عم تتنفذ؟ الخطة ما عم تتنفذ. نعم. وأنا بعرف إنه إذا عطوه من إيده للأستاذ نبيل الجسر. نعم. بلا صغرة فيك، الأستاذ نبيل الجسر رجل مجلس الماء والعمارة والمدير العام مستقيم. نعم. وصادق رح يشتغل مزبوط، بس بيعطوه من إيده يقولوا له بدنا هاي الشغلة هيدي، بس إذا في حدا من تعرف أنت مسيطر على شيء ويقعد يكب ويردم ويقعد، حرام ما بيجوز. طب رئيس اليوم وزير الزراعة أكرم شهيب كان عم بيقول أنه أدعو البلديات لتشكيل قوة ضغط في اتجاه عندما نعتمد المعالجة السليمة. شو المقصود منكم أنتم؟ قوة ضغط على مين للمعالجة أو للوصول للمعالجة السليمة؟ للي عم بينفذوا الشغل. نعم. لازم ينفذوا حسب الشروط. نعم. مش انه كباينة زبالة فوق بعضها. يا خي انا طرحت عليهم. نعم. لما حكيت انا مع الام بي سي ومع الام تي في اجوا لعندي. نعم. طرحت ترى كل بلدية قديش امكانياتها تبعت. نعم. فيهم بلديات كبار بيبعتوا 20 عامل، في بلديات بيبعتوا 5 لوين بدهم يبعتوا لوين؟ على مطرح اللي بينكبوا النفايات. مين بده يراقب الخطط؟ مش مهم نشتغل. كل رئيس بلديه بيبعت حدا يراقب من قبله.
يراقبوا العمل. اذا الانماء والاعمار بيراقب بيكون احلى واحلى، بس نعم. لازم تتراقب برج حمود، لانه حزب الطشناك منه مضطر انه يجيب النفايات على منطقته ويعمل شيء ضرر ببيئته. اذا بتكبوا اذا بيفرزوا مزبوط ما حدا رح يعترض. طب شو ملاحظاتكم انتم على هذا الموضوع؟ يعني بنعرف اليوم ببكفي عم يعملوا فرز وعم بيعالجوا نفاياتهم، كمان ببيت مري كان الرئيس السابق انطوان مارون بلش بمعمل، واليوم الرئيس الحالي عم بيتابعه كمان لفرز ومعالجه، ونحن سمعنا انه كان في خطه مشتركه بين الرئيس انطوان جباره وبين حضرتك لحتى تعملوا يعني معمل لحتى يقدر يعالج كمان بعض النفايات مع بلديات اللي هي بترغب. هلا بالنسبه لبكفيا انا دعيتني رئيسة البلديه نعم. نيكول، وطلعنا على 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 الهنجار نعم. يلي المعمل نعم. وكل شيء، بس هن نفايات قليل عندهم 4-5 طن بالنهار، يعني مشكلتهم محلوله برايك؟ قصتهم صغيره نعم. بس بالنسبه لجدايدي عنده 120-130 طن. اسم الله. نحن عندنا حاليا عندنا فوق ال 20 طن بالفنار يومي. عم تفرزوا ولا لا؟ لا هلا نحن بلشنا بالفرز من شي يومين، عم نفرزهم حساب مين عم نشتغل؟ حساب البلديه. قادر تشتغل حساب البلديه؟ الفرز ايه عم نشتغله. بس هلا مسموح تصرفون؟ ايه مسموح تصرف؟ لا ما في مصروف شيء، ما في مصروف ابدا ابدا. انا الكياس بتلفن امبارح تلفنا لاحد المؤسسات، ما بدنا نحكي، بيصيروا دعايه، بعط لنا 3000 كيس. مش دعايه يعني، المفروض اللي عم بيقدم ويساهم نقول له شكرا وبالصوت ايه العالي. ايه جورج نجار نعم، بن نجار بعت لي 3000 كيس امبارح نعم. ما كانوا يقبل ياخذ حقه، وإذا طلبت مرة ثانية رح يبعث كمان. برافو. وإذا طلبت من غيره كمان رح يبعث. برافو برافو. لا لمن يعرفوك عم تشتغل مزبوط، كل الناس بتقدم. نعم. أنا وقت اللي بلشت بالفنار عملت كل طرقات الفنار هبة. وما قداني طلعت وسع الطريق بتمري عين سعيدي هبة. حكينا عنها، هلا خلينا موضوع النفايات رح نرجع له. ولكن اليوم بالخطة اللي نحن عم نحكي فيها، قلت لي أنت موعود إنه الخميس مكب أو مطمر برج حمود يرجع ينفتح. بده ينفتح الخميس أنا بتقديري. نعم. لأنه مش ممكن. لقديش بده ينفتح؟ نواب المتن. لست أشهر خمس أشهر. نواب المتن. نعم. بما فيهم الشيخ سامي جميل نعم. يقبلوا إنه يخلوا المتن وكسروان تعموا الزبالة. وكل المناطق مأمنة حالها. بس رئيس نحن عم ننقل المشكلة من مكان إلى مكان آخر لساحل المتن. لا ما بتنقل لمطرح. هودي إذا تعربوا نعم. في عندك مناطق عم يستعملون لا لا لمصالح خاصة، عندهم إلهم شغلة يعني نعم. بيدفعوا حقهم حتى. نعم. هودي اللي عم يتعربوا، في ناس بتدفع حقهم. أنتوا شو عم تعملوا؟ شو مخطط أنت؟ نحن عم نعربهم نعم. الكرتون والبلاستيك والحديد والألمنيوم. كم عامل عندك عم يشتغل بالعشرين؟ تقريبا شي 10-12 عامل. بيأدوا للعشرين طن يفرزون؟ ايه بيأدوا. نعم. بيأدوا. ما في روائح؟ ما حدا عم يشتكي؟ ضمن الفنار ما في. ما في. هودي بأطراف الفنار في. بأطراف الفنار ما فيش روائح. نعم. لأنه عم نعبيهم دغري. طيب اليوم نحن وقت قلت لي حضرتك موعود يفتح برج حمود بعد بكره، انا تقديراتي رح تبقى انت على نفس الخطه ولا بدك تبقى؟ انا رح ابقى على نفس الخطه، ورح انقل من مطرح هلا اني هني قراب شوي على على الضيعه النفايات، يعني عن اقرب بيت شي 200 متر رح احطهم بمطرح منطقه صناعيه درجه اولى، اغلبها فيها زرايب، فيها مصالخ، فيها معامل، فيها معامل بطون، فيها زفاته، فيها كل شيء، روايح اللي بتجي من المعامل على الفنار نعم. بال160 هديك النفايات بال105. طب رئيس اليوم نحن وقت اللي بنقول ونحكى انه انت والرئيس انطوان جبارة عم تسعوا لمعمل لانشاء معمل فرز نفايات بنهر الموت او بالوادي الصناعي، مظبوط صحيح ولا هي رح تكون بغير منطقه بعين لا سعاده؟ لا بوادي الصناعي نعم. بعقاريا لمين تابع؟ عين سعاده؟ عقار عين سعاده نعم. عقاريا عين سعاده جربنا نتصل بعين سعاده نعم. يا اخي ما عم بيرد على الخط، هو مشغول، هو خطه مقرب، ما عرفنا على جورج سلامي ما عم بيرد؟ ما عم بيرد، شو بنعمل؟ فيهم ما بيردوا، فيهم بيردوا يعني بال102 ما بيردوا، بال198 بيردوا نعم. بقى من جمله من النوعيه اللي ما بيرد نعم. رئيس بلديه عين سعاده كثير ادمي بلا زغره، ومدامته صرنا معهم عده سهرات عائليه كثير كويسين، بس بيكون على التليفون ما بحب يحكي، ما بعرف بعث له مساج كنت ما بحب ازعجه. بقى العملية تنقل له تفضل تنتشارك سوا بهالعملية كثير منيح، بس هو مجاريره كلها دايرة علي أنا على الفنار،
عنده مش بس مجارير، ما عنده شبكة صرف صحي أبدا، عنده بس بتمرق من عندي لجدايدي ومن جدايدي على البحر. يعني عم تمرق لعندي. شو عم تلمح يعني؟ عم قول أنا في عندي خلال أيام بدي أبعط أعمل قرار سكر له جديده؟ مش سكر له، في عنده ترمبات هيدي فرامي بيسموها، نعم، بتخلط الجوار الصحية وبتنزلها، عم تنزل على الفنار عم بتفوت على البيوت، وأنا مش قادر بيوت الفنار بالليل تفوت علي الروايح من عين السعادة. ولا عم تعملها وحدة بوحدة لأنه مرد عليك على التليفون؟ لا لا، بدك تعمل بقى بدي إنه لازم الجار يتعاون مع جاره، ما بيسوى ما يرد علي على الخط. أوكي، رسالة. بقى خلال كم يوم سيصدر قرار، مذكرة طلعت، مذكرة ولا قرار؟ قرار، قرار، وبلغوا إياه وبحطوا على التلفزيونات على الإذاعات إنه يضل يمرق المجارير تبعهم من عدا المكنات الفرامي، مش يبعثوا لي الجاي كله لعندي، المي بقبلها بس الجاي كله. طب وين عم تنزل عندك انت، بالاحراش يعني ولا وين؟ تنزل بالقصر، نعم، بس تمرق بالريجارات ريحتها بتطلع على البيوت. طب شو الدواء، شو الحل؟ في لها معالجه؟ بده هو هودي هو يسحبهم، بده يعمل حفره زياده للمي، يودي المي لعندي كل شهرين ثلاثه اربعه، يعزلوا الجوره تبعهم. نعم. مش انا بدي اتحملها، واللي بده اياه ماشي الحال، ونحن عم نتلفن له تنتساعد نحن وياه بما انه جيران. ما عم بحب يرد، مع انك اليوم انت سعيت وقلت ببدايه المقابله انك انت وسعت الطرقات، انا وسعت له الطريق، وصلت له اياها يعني برافو، حد قصر الطيان. نعم. ضل عنده 300 متر، انا قلي تركت انا 9 سنين، أنا بال 2004 وسعت الطرقات، اليوم 2016 300 متر، عم نقول له بدك نساعدك ونتعاون سوا تنكمل 300 متر تيسير، بدك تقطع بعين سعادة البوستة وكاميون ما بيقدروا يقطعوا. طب اليوم بإطار كل الكلام يعني عن مسؤولية حزب الكتائب، بكل صراحة اليوم أنت كرئيس بلدية مع أنه يفتح هذا الموقع يلي عم ينشغل فيه النفايات وفق الخطة المقررة من قبل الحكومة ولا لا؟ من قبل إذا بيطبقوا الخطة معه. نعم. إذا بدوا يكبوا عشوائيا مع الكتائب. طب اللي كان عم بيصير شو صار لحتى كانوا عشوائيا عم يكبوا؟ مثل ما عم يعملوا بالنعمة كانوا يعني. بعرف شو عم يعملوا بالنعمة، عم بحكي عن مش حمود. لا، إنه اللي انعمل بالنعمة. أنا اللي بعرف لولا الأستاذ أجوب بهرودونيان. نعم. لولا عارف الخطة مزبوطة ما بيسكر وبيخلي المكب مفتوح، وحزب الطشناك كمان. ورئيس البلدية مرش حمود بيخليه، كانوا خلوا المكب بيضربوا بهيدا بيعبروا كذا، بس لو اشتلقوا لقوا التنفيذ مش صحيح وقفوا. طب رئيس اليوم بدك تعطيني كمان جواب على سؤالي بصراحة، اليوم الوزير فادي عبود والوزير رئيس مصعب كان في عندهم تجربة بظهور الشوير وهي محرق. ايه؟ من الجيل الرابع. ايه؟ انت فكرت كبلدية محرق يعني حتى نقدر نحن نساعد بحل هذه المشكلة، ولا بكون عم نهرب من مشكلة إلى مشكلة أكبر صحية، استعمال التفكك الحراري المعروف المحارق؟ أنا اللي عم بسمعه، أنا مش 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 رايع أوروبا وباري مشايبت محارق، بس نعم. عم بيقولوا بأوروبا وبأمريكا وين ما كان في محارق. نعم. بس أنا بقول المحارق وين بتكون؟ وين؟ في أراضي بتبقى شاسعة واسعة، يعني مساحة العقار 2-3 مليون متر، إذا انعمل محارق هنا إيه، وانعمل دواخين المحارق يفوتوا بخزانات مي، يفوتوا ضمن خزانات مي، التخون بيفوت بخزان المي، شو بيطلع منه؟ ما بيطلع شيء، وبيكون بعيد كتير عن المنازل وعن الهيدا، معقولة. بس إنه محرقة بضيعة كل بيوت وكل سكن، وين بتروح الروايح؟ طب اليوم انتم عقاريا عندكم املاك كبلدية؟ نحن عندنا بعد املاك. نعم. لميلة وادي الصناعي. لا، لانه اجت الصناعة هلا، الصناعة. نعم. وضع البلد تعبان، الناس عم يجيبوا الغرض من الصين، اذا صنعته بلبنان بكلفك 5 مرات زيادة عنه، وعم يشتروا من برا ارخص. بس في جودة، قتلوا الصناعة، في جودة للصناعة اللبنانية، مشهود لها، في جودة، بس بتجنن. اليوم الزعبرة بسيطرة بالبلد، واحد بتودي سيارتك على الكراج بيعمل لك فاتورة طويلة عريضة، بيركب لك قطع تعبانة وبيقول لك هلا هي الفاتورة، أنا جابولي فاتورة من أكل يوم، بعطت البيكاب جابولي الفاتورة، كتب لي إياها مثل السنكسار من فوق لتحت، ولا فاتورة،
قلت له يا خيي انا بعرف اذا اشتريت دواء من الصيدليه بدقوا لي على المكنه وبيعطوني بيقول لي حقه 50 ليره. نعم. 50,000 30,000 مزبوط. طيب يا خيي مطرح ما جبت هالدبرياج وجبت الرمان يا خيي ما 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 هو في كمبيوتر اليوم ما سحبوا لك الفاتوره ليش ما شكلتش بفاتورتك شو صار؟ قال لي هالمره ما انتبهت وما هلا قلت له هلا فيك تروح لعنده تقول له انا شاري من عندك واخذ مني هيدا التشيك اعطيني الفوتير قال لي هالمره لا قلت له فاذا تسمح لي بالمليون و150 الف راح اخصم لك 225 الف لانه انت بالمية مية يمكن مناول حدا شي 100,000 معلش بتدفع جزء فوقهم 125 وبيروحوا لك 225 وبتاخذ فاتوره قال لي ماشي بوافق وافق وبعده ربحان وقبضها. طيب رئيس اليوم يعني الموضوع اللي نحن عم نحكي عنه بإطار النفايات على صعيد الفنار والمتن كله موضوع المحارق ما نبحث معكم انتم ابدا انا ما ببحث فيه بس في مطارح في معمل عندي بالفنار كان عنده معمل بيدوي بكوتشوك قبل ما اجي انا بعثت له خبر قلت له بس اجي انا هذا بدك تسكره قبل ما انا اخذ قرار مش انت اعطيته ترخيص بالولايه السابقه يعني؟ لا لا عمله بالولايه رئيس اللي قبله نعم بعثت له خبر حضر حالك قبل ما وصلت وانتخبت كان مسكره لا بعثت له لا اخذ عمل قرار ولا شيء مش بس هيك في اربع خمسه موظفين سته موظفين فاسدين من ما مش خارج ايه منو خارج كانوا بالبلديه لاش حطهم ولا شيء بس انا جيت انفلوا لحالهم لهم 10 12 سنه تركوا فلوا عرفوا انا مش هخليهم يعني في ناس بتعرف ضميرها بينقذها وهي بتداوي حالها طيب. هلا قالوا لي انه في احد الموظفات اللي كانوا عندك كانت قبل ايه؟ عم تحكي بحق البلديه ايه؟ هلا انا بأقرب فرصة بدي حولها نيابة عامة ويحققوا معها ليه؟ بدي إلا تعال هون يا بنتي انت عم تحكي شو إلك على البلدية معك حق ناخد بريك على راسك نند المخرج سلام على المعلم خليفي ومنتابع مشاكل وحلول منتابع معكم مشاكل وحلول دائما عبر تلفزيون لبنان رئيس اليوم بس نحكي نحن عن النفايات ونحكي عن البيئة نحكي عن كل المواضيع لابد من الإشارة لبعض المؤسسات يلي بتسعى وتحديدا المسالخ أو ملاحم يعني اللي رمي بعض الفضلات يعني هي عم بتكون يعني ضمن النفايات اللي انتم عم بتعالجوها ولا عم تنكب مثل ما نحن عرفنا بالأحراش وانت توليت المتابعة والمعالجة هيدي قصة المصالخ نعم رئيس هيدي كارثة هيدي المصالخ كانوا يودوا ليش في عندي كارثة؟ أنا بالفنار أربع مصالخ نعم وعند بعين سعادة في أربعة نعم هودي الكروش في أشخاص كانوا هيدي شغلتهم ياخذوا هالكروش يعني بالاتفاق مع المصالخ يكبوها بالبدل بيعطون إياه صار لهم 10 15 سنة بياخذوا هلا قطعوهم من شي جمعتين عم بشم روايح بالمنطقة قوية هالكروش هني سويد عم تنكب تتنشف بدها جمعة جمعتين عم ناكل الروايح اللي بيجي هوا الشرقي بيجي على الفنار نعم وإذا الهوا غربي بتطلع عين سعيدة وعرومة نعم وعلى المشارع تبع تبع الموارنة نعم. مساكن بقى هيدي يلي كان ياخدها مطرح ما كان يطمها عم بيطم مطرح ما بيكبوا ردميات وتراب لانه بكبون مع التراب بصيروا سويد وبيبيعوا للجناين بعدين شو بيعملوا فيه ما بعرف نعم. بس عم يضروا هلا فوق ال 100,000 نسمه بهيدا اذا ما قدروا لازم يخلقوا الدوله تخلق لهم مطرح طيب يا خيي كل ليله بده يعملوا سكره الوزراء والنواب كلهم بدهم كل ليله احتفال بده يجيبوا اللحمه وهيدا من هالمصالح طيب تاكلوا هاللحمه وبتكبوا هيدا علينا نحن وحدنا بقى هيدا لازم يتاخد ينعمل طريقة وهن عم بيقولوا يا خي قديش بيكلفوا يعملوا معروف نحن ما كنا نجوي لكم احراجكم نعم شو بينعمل فيهم يعني بياخدوه بيكبون مطرح اللي فيه ردميات عم تنفط عم يردوا موادي بيكبوا هالكروش بيكبوا فوق تراب شو بتبين الكرش قدام كميون التراب بيكونوا بقيوا هالناس من الروايح عم اقول لك في روايح ما بتنطاق
ما فيك تقعد بالفنار. شو رح تعمل هلا بكل هلا لي هلا نحن عم نفتش لهم على حل. نعم يعني عم نساعدهم بالحل. نعم بالرغم انه بيئيا ما في الا هذا الحل التمر، بس بمواقع مع عم اقول لك هودي مش مثل البلاستيك بده 20 30 سنه تيهتري او 100 سنه، هودي بيروحوا مع السويد وبيصيروا سويد تحت الارض ماشي. يعني لازم هيدي اللي كان ياخذهم قبل ويعمل هالمعروف الانساني يكمل هالشغل. طب رئيس اليوم باطار الكلام يعني عن النزوح بالفنار، يعني عندكم نزوح سوري بهذه المرحله وانتم عم تسعوا باطار التوافق الامني مع كل الادارات انكم تكونوا على تواصل لحتى تقدروا تكونوا مسيطرين على الوضع بشكل اساسي؟ نحن النزوح عندنا ما في كثير، لان السوريين اللي عندنا ايامهم وضعهم منيح واخذين شقق. برافو. مش قاعدين بخيمه او قاعدين بمطره. نعم. والعمال اللي بيشتغلوا مع المتعهدين بعدهم هن زيتهم لبل تغير زادوا او نقصوا، هودي ما في مشكله عليهم ومراقبينهم. نحن ومن 8 وطالع ما بيتجولوا بالفنار. ليش طيب بتمنع من 8؟ لا كرمالهم، لانه لا سمح الله واحد ميت خيو بسوريا، واحد صاير شيء يعمل لهم شيء حفاظا على سلامتهم وعلى صحتهم بالليل يقعدوا بالبيت. واذا واحد عنده مصلحه بده يروح ويجي بيجي لعندي بعطيه ورقه من البلديه يسمح له يتجول بالليل، ما حدا بيقول له شيء. كبلدية عم تنسي اليوم انت مع الاجهزه الامنيه ميدانيا على الارض؟ انا على طول بنسي، عندي انا ايدي السريه لعيد رمال. نعم. وايدي الفصيلي الرائد سعد عم نسي انا وياهن ورئيس الـ رئيس الـ الـ العقيد الله يجزاك رشوان رئيس التحري. نعم. كلنا عم ننسق مع بعضنا والمعلومات والرائد تبع المعلومات كمان الرائد سيسين كلهم عم ننسق، والعقيد المسؤول عن الامن بالفنار العقيد سلمان بالجيش بلا زغره ولا اروع من هيك، والعقيد المخابرات كمان سلوم بجنن، كل الامن عم ننسق معهم لمصلحه المنطقه. طيب اليوم يعني هلا بختام هذه الاطلاله من خلال كل المعطيات اللي نحن وانت هلا عم نحكيها، شريعك اللي هلا انت عم بتنفذها يمكن النفايات لهيتكم شوي اخذت من وقتكم؟ اخذت كثير من وقتنا، يعني اخرت المشاريع النفايات اخرت المشاريع شي شهرين، لانه هلا ما قلنا عين رح نقول بنعمل المشاريع والنفايات على البواب، بدنا نعالج الجاي بالاول بعدين. نعم. نجي عنضيف. نعم. هلا عندي انا هيك مع وزير الاشغال الوزير زعيتر غازي. نعم. زعيتر مشكور وعدني بده يعطينا زفت تنعمل طريق الجامعات، لانه اذا بنعملها بعد 5 ايلول و10 ايلول ما بيعود فينا، بصير الجامعات طرقات كلها بتنتهي سيارات. مهرجاناتكم ايمتى اللي عاملينها؟ نحن ب 15 ايلول بدنا هالطريق هيدي لمناسبه ارتفاع عيد الصليب يعني عاملينها ولا سائب هذا؟ لا لانه هي الشركه هيدي محجوزه بعلي ببرمانه وبمناطق كثيره بالجبل، عطتنا الترم تا اخذناه هيدا 4 ايام ب 15 ايلول. شو نوع المهرجانات اللي رح تكون عندكم؟ هيدي كيف اللي عملوها ببرمانة، أكل وشرب وبسط وغنى وفرح، يعني هي هي أحلى أكل يعني. منورة الفنار رح تكون مثل العادي؟ طبعا، شارع بأمه وأبوه رح يكون تنعمل بشارع. شارع هذا للمشي أنا عملته هذا بال 2001 يلي عندك فوق؟ إيه شارع سانت فامي عامله، كنت حاطط فيه موسيقى هذا الشارع، بس انا في الليل قطشوا الموسيقى وكبوا المكبات وحطوا مطرحهم زباله. رجع عنده شرايط جديده. هلا شرايط جديده بنحط. رئيس يعني من خلال هذه الاطلاله كمان بالختام خلينا نحن نذكر انه الفنار لهلا ما فيها نفايات ابدا ولا كلها تعالج. انت عم تسعى كان في شوي. نعم. اليوم عم بيعبون مطرح هايد يعني. نعم. مش على الطرقات الرئيسيه ابدا، بتمرق الطرقات الرئيسيه ما بتلاقي في شيء، كل طرقات الفنار ولا كيس زباله. وانا في شكر خاص للاهالي وللمواطنين يلي تايدوا بالتعليمات، خلوا الزباله بمنازلهم 4 ايام ما كبوا كيس على الطريق. انا بشكرهم كثير. طلبت منهم تبقى مفروزه ولا كيف؟ ايه طلبت مفرزه تكون بالبيت ولا بالبيت؟ لا؟ افراز فيهم بيفرزوا فيهم ما بيفرزوا. نعم. واذا فرزوا بال102 وبال103 ما حدا بيجي بياخذهم،
إذا ما كان في إفراز بالمية 150 أو 40 ما بتحرز يجي اللي بده ياخذهم يتعذب تياخذ. طب رئيس بدي أقوله إنه نحن إذا فرزنا ببيوتنا البلدية لوين رح تاخذهم؟ مش رح ترجع تكبهم بل نحطوا فوق بعضهم حاليا يا أما بننطر واحد يجي ياخذهم. نعم. واللي عم ياخذهم ما عم يعلن، يعني ما حدا ما بعرف بيقول انه يابا بلديه اللي عندها نفايات من نوع كذا ونوع كذا انا مستعد اخذها، ما حدا بسمعتش حدا قالها بقى. ليه؟ ما بعرف. مع انه من شوي قلت لي انه عم تنبيع وفي تنبيع، انا عندي بعد ما انبيعت ولا صار، بس انا بلشت بفرزها على الارض من يومين، من امبارح واليوم. الله يقويك رئيس، يعني طبعا نحن هذه المرحله نحن والاسبوع المقبل واللي بعده راح نكون نحن معك وحدك ميدانيا على الارض. انا بدي اشكرك، بشكر تلفزيون لبنان. نعم. يلي الدوله والشعب كل شيء كان مغيبه، بالرغم هو الاساس هو تلفزيون لبنان، يلي بيشتغل بدون بدل ما بياخذ مصاري تيحكي. هلا كل التلفزيونات بينطروا شغلي ما بتسوى فرانك بيحكوا عنها يومين ثلاثه، وشغلي منتجي ما بيجيبوا سيرتها. يعني لازم يحكوا عن القبيح وعن المنيح والناس بتنقي، بس هن الحمد لله ما بيحكوا. اذا بلاقوا له واحد صاير معه قصه بضلوا جمعه يكتبوا عنه، واذا واحد عامل اختراع وبيفيد البلد ما بيجوا على ذكره اذا ما قبضوش مصاري. بنتمنى عليهم يكونوا مثل تلفزيون لبنان. طول عمرك. يعملوا مقابلات مجانيه وبلاش، خلي كل واحد يعطي رايه. ليش عم تندفع حق المقابلات كمان؟ ايه؟ عم تندفع حق المقابلات غير محل؟ ما بعرف. انا اساسا ما بدفعوا بس في ناس بتدفع وبتروح، في ناس بشوفهم يوميه على التلفزيونات، هو مش بلاش عم يحكوا. طول عمرك وبشكرك وبشكر صراحتك وانا بقدرها كثير. يلا نشكر جورج السلامي رئيس بلديه الفنار بقضاء المتن الشمالي كان ضيفنا للحديث عن معالجه النفايات وعن واقع الحياه الانمائيه الاجتماعيه بالفنار. طبعا نحن وصلنا للنهايه، بدنا نشكركم، نشكر متابعتكم، بكره بنلتقي معكم، الى اللقاء.